مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم، دايما منورني وشرفني في قناتكم قناه الاهلي واخبار النادي الاهلي الرياضيه واخبارنا الرياضيه بصفه عامه. في البدايه طبعا وقبل كل شيء بنعي باسم قناه النادي الاهلي وكل النادي الاهلي بنعي الكابتن عبد الرحيم محمد اللي وفاته المنيه النهارده اسرى ازمه قلبيه حاده بعد مباراه مصر والسعوديه. كل التعازي من كل الاهلاويه الى كابتن عبد الرحيم محمد نجم مصر ونجم نادي الزمالك ومدرب الزمالك السابق. كان الكابتن عبد الرحيم محمد النهارده بيحلل المباراه لدى قناه النيل للرياضه وتعرض لازمه قلبيه حاده وفاته على اثرها المنيه في مستشفى قصر العيني الفرنساوي. لعب الكابتن عبد الرحيم محمد نادي الزمالك في فترتي السبعينيات والثمانيات، وعمل عبد الرحيم محمد مدربا في الزمالك رفقة هنري ميشيل في 2009 وأحمد حسام ميدو في 2014. بقاء والدوام لله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. في عالم الرياضة يعني لازم كنا ننعيه في الأول، كل تعزينا مرة تانية لأسرة الراحل كابتن عبد الرحيم محمد باسم قناة النادي الأهلي وباسم كل النادي الأهلي. نرجع لأخبارنا نبدأها معاكم بمباراة مصر والسعودية، وللأسف خسر المنتخب المصري. مش مفاجأة يعني، أكيد مش مفاجأة بالنسبة لنا للناس اللي كانت عارفة كورة، لكن الحمد لله واللي حصل حصل، ويعني خسرنا وخيبة أمل كبيرة لكل عشاق الرياضة المصرية. كان نفسنا إن احنا نعمل حاجة إيجابية في مباراة النهاردة، لكن بصراحة السعودية تفوقوا في كل حاجة النهاردة، وهارد لك المنتخب المصري كل التمنيات في مواقع قادم بإسم الله. يعني عايز اقول لكم النهارده خسرنا 2-1 في اخر ثواني، جون في اخر ثواني في شباك الحضري اللي لو ما كانش جه الجون النهارده كان هياخد احسن لاعب في المباراه 100% الحضري، لكن قدر الله ما شاء فعل. مش عايز الناس تزعل، ان شاء الله الجاي احسن والقادم احسن باذن الله، لكن نرتب اوراقنا ونكون يعني عارفين او عايزين نعرف احنا عايزين نعمل ايه بالظبط في كاس العالم اللي جاي ان شاء الله، وعلى اثره ان شاء الله نبدا نرتب اوراقنا من اول وجديد. كل التمنيات مره ثانيه للمنتخب المصري في مواقد. عايز اقول لكم ان محمد صلاح النهارده علل اسباب الخساره، قال ان هي بسبب قله الخبره للاعبي المنتخب الوطني، قله الخبره سبب الوداع المبكر للمونديال. ده كلام محمد صلاح النجم المصري واللي برر النهارده الهزيمه، وقال النتيجه او النتائج المخيبه للامال للمنتخب المصري نتيجه قله الخبره. وقال صلاح ان الخبره كانت سببا رئيسيا في ظهور الفراعنه باداء باهت في مونديال روسيا. وجه صلاح الشكر للجماهير المصريه والتي حرصت على مسانده الفراعنه في الفتره الماضيه، وتابع سنستعد بقوه المونديال المقبل 2022 من اجل الظهور بشكل اقوى. ده كلام النجم العالمي، نجم مصر محمد صلاح ونجم ليفربول الانجليزي. محمد صلاح النهارده احرز هدف ولا اروع من تمريره لعبد الله السعيد، التمريره بتاعتنا المعتاده. عبد الله السعيد دايما او اي حد النني ايا كان طارق حامد دايما بيبصوا للعيب، يعني مش عايز اقول بقى الحيله بتاعتنا محمد صلاح اللي انفرد بسرعته ووقف الكره توقيفه ولا اروع، وروضها مش وقفها كمان، وحط لب من فوق حارس مرمى السعودية ليحرز الهدف الأول. وإن كان ضيع انفراد تاني سهل جدا كان عايز يعملها تشيب، لكن الكرة طلعت بجانب القائم الأيسر، وإن كان ممكن يعترض عليها الفريق السعودي لأن محمد صلاح كان في وضع تسلل من وجهة نظر يعني. لكن في الأول وفي الآخر خسرنا المباراة 2-1، عشان كده صلاح قال قلة الخبرة كانت تنقص لاعبي منتخب الفراعنة. وقال كمان يعني بعيد على حضراتكم ان هو بيشكر الجماهير المصرية والتي حرصت على مساندة الفريق في الفترة الماضية. الجول اللي احرزه صلاح النهارده وتحركاته في الملعب، وان كان مش صلاح اللي احنا عارفينه، لكن الاتحاد الدولي اعطى صلاح لقب افضل لاعب في المباراة. توج محمد صلاح نجم المنتخب المصري بلقب افضل لاعب في مباراة مصر والسعودية بختام مباراتين المنتخبين ببطولة كأس العالم في روسيا. وخسر منتخب مصر زي ما قلت لحضراتكم بنتيجة 2-1 في الثواني الأخيرة. وأوضح صلاح أنه تسلم الجائزة بالفعل، ولكنه رفض التصوير بها لأن الجائزة خاصة بإحدى شركات الخمور زي ما عمل الشناوي قبل كده، والتصوير بها يخالف تعاليم الإسلام. ده كلام النجم صلاح.
ويعتبر صلاح ثاني لاعب بالمنتخب المصري يرفض التصوير بجائزة أفضل لاعب بعد محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب والذي حصل عليها بعد مباراة مصر وأوروجواي في الجولة الأولى. أكيد حضراتكم تفتكروها، مباراة كان تألق فيها الشناوي بشكل لافت للأنظار وقال للناس كلها اللي كانت بتشكك فيها: يا جماعة أنا موجود وما تقلقوش على حراسة مرمى منتخب مصر. لكن النهاردة كان بيمثل منتخب مصر في حراسة المرمى الحضري لظروف أكيد حضراتكم كلكم تعلموها. النهاردة الحضري عمل ريكورد في كاس العالم أنه أكبر لعيب، كان نفسنا نعمل ريكوردات أكتر من كده وأرقام أكتر من كده، لكن لقب شخصي لعصام الحضري بصراحة يستاهلوا تتويج لمشواره الكبير في عالم كرة القدم. 45 سنة ما شاء الله ومية وحاجة يوم داخل في 46 سنة، والنهاردة كان حارس مرمى كالعادة الحضري كالعادة يعني. وإن كان الجون التاني مش عارف بقى حضراتكم هتشوفوا إن هو مثلا يسأل عليه جزئيا ولا لأ، لكن مش عايز أتكلم بصراحة ومش عايز يكون لينا رأي في منتخب أو أداء منتخبنا المصري زي ما احنا متعودين معاكم. خلونا في الأهلي وخلونا في نادينا الكبير، لكن خيبة أمل في الأول وفي الآخر للجماهير المصرية اللي كان عندها عشم إن نعمل أي حاجة في كاس العالم، نقول ان احنا عملنا حاجة حتى ولو نقطة، لكن خرجنا للأسف بدون نقاط. طيب نروح لخبر تاني، دي الصور قدام حضراتكم للنجم الكبير محمد صلاح، وزي ما قلت لحضراتكم ان هو خد افضل لاعب في مباراة مصر والسعودية النهاردة. بصراحة يستاهل، عمل مجهود كبير قوي مع منتخب مصر الفترة اللي فاتت، عشان كده ربنا توج مجهوده بهدف النهارده ولا اروع من كده، وكمان توج مجهوده انه يطلع رجل المباراه الاول. صلاح لسه مش صلاح، صلاح لسه بيعاني من الاصابه في الكتف. مدرب السعوديه بيقول تحكمنا في الكره طوال المباراه، دي حقيقه وكلنا شفنا النهارده السعوديه عملت ايه، وان كان السعوديه بتفتقد حاجه مهمه جدا والحمد لله ان هم بيفتقدوها، بيفتقدوا الكثافه الهجوميه في ال 18. السعوديه لو بيعملوا كثافه هجوميه في ال 18 كانت النتيجة للأسف كانت هتبقى أكبر من كده، لكن السعودية بتحكمه في زمام الأمور كاملة في منتصف ملعب الخصم اللي هو كان إحنا مصر النهاردة بطريقة غريبة جدا، حتى ضغطنا حتى أسلوب لعبنا برضو مش هنتكلم ونعلق، لكن السعودية النهاردة بصراحة زي ما بيقول مدرب تحكمنا في الكرة طوال مباراة مصر. قال المدير الفني للمنتخب السعودي بيتزي أن القرارات التي اتخذها كمدرب جاءت طبقا لما يراه في التدريبات، وان المعلومات التي تتوفر لديه قد لا تتوفر لدى الاخرين. هو يقول بقى اللي هو عايزه بقى حقه. واضاف في حديث بعد الفوز على المنتخب المصري في نهايه مشوار الفريقين في مونديال روسيا 2018 انه في بعض الاوقات قد يقوم باتخاذ قرارات قد لا ترضي الاعلاميين، ولكنه يلعب بالشكل الصحيح. انا بتفق بالكلام ده تماما. فاذا لعب بمهند عسيري من البدايه سيكون هناك مساحات كبيره ستمنح الخصم حريات التحرك. وعن إهدار منتخب مصر أكثر من فرصة بعد الهدف الأول الذي سجله محمد صلاح قال: أعتقد أنه لا توجد مساحات قبل الهدف، لكن بعد الهدف هناك مشكلة في الانسجام بين المدافعين، وكانت هناك محاولة أخرى لصلاح، ولكن بعد ذلك تحكمنا بالكرة طوال المباراة. ده كلام مدير فني للمنتخب السعودي. وحافظنا على توازننا وتصدينا المنتخب المصري وقمنا بإغلاق المساحات والتي ظهرت في بعض لحظات المباراة. مش عارف حضراتكم شفتوا ضربة الجزاء الثانية للمنتخب السعودي ازاي، ومش عارف برضو شفتوا اداء الحكم النهارده شكله ازاي. كل الاسئله دي مطروحه للجميع. ده كان مدرب المنتخب السعودي وكان بيتكلم بثقه كامله جدا، وبصراحه بعيدها لحضراتكم تاني، حقه جدا جدا لانه تحكم النهارده في معظم اوقات المباراه، وتحكم المنتخب السعودي في الحاله العامه لملعب المباراه. ده الحكم قدام حضراتكم، ده عصام الحضري في تصدياته النهارده، ولكن قدر الله وما شاء فعل. دي تصدي لضربه الجزاء الاولى. بقول لكم النهارده عصام الحضري لو ما كانش جه في الجون الثاني كان هياخد رجل المباراه، عشان كده عصام الحضري كان منهار بعد الجون الثاني. وعشان كده عصام الحضري كان عنده فرحه هستيريه بهدف محمد صلاح، وان كان الهدف لا يجدي نفعا في مكاننا في كاس العالم او قعدنا او مشينا، لكن عصام الحضري بالنسبه له انجاز وتحطيم ارقام شخصيه بالنسبه له، عشان كده كان نفسه يكسب النهارده المنتخب المصري او حتى يتعادل مع المنتخب السعودي وياخد نقطه ويقولوا ان عصام الحضري كان في هذه المباراه. لكن خلاص زي ما قلت لحضراتكم تاني كان عنده صدمه بالهدف اللي دخل فيه التاني، عشان الكلام اللي كان ممكن الفيفا تكتبه عليه، وعشان كان ممكن كمان ياخد رجل المباراه. لكن الحمد لله مش عايزين بقى نقعد نتكلم لان الكلام مش هيفيد. انا دايما
ما بحبش اتكلم بعد المصيبه، يعني بعد الحاجه ما بتحصل ما بحبش اتكلم، بنتكلم قبليها. احنا هنا قناه قلب دايما بنقول يا جماعه نخلي بالنا نخلي بالنا نخلي بالنا، لكن بعد الحدث خلاص بقى كله بيتكلم، يعني بعد الحدث وكله بيشوف. احنا شفنا قبل كده الحمد لله وقلنا يا جماعه نخلي بالنا في 1 2 3 4 5 6 7 8 لغايه 100، لكن بعد الحدث خلاص بقى الموضوع اتشاف والدنيا كلها مفتوحه، هتلاقوا منتقدين كتير وكله هيصه. فبالتوفيق ان شاء الله. عايز اقول لكم ان اتحاد الكره النهارده طلع بيان حول اختيار مدينة جروزني في المونديال. ناس كتير قوي اتكلموا على مدينة جروزني وازاي اتحاد الكرة يختارها، والمسافة بعيدة جدا بين الملاعب، وسافرنا ورجعنا وسافرنا ورجعنا. لكن اتحاد الكرة النهاردة طلع بيان كالتالي: أكد الاتحاد المصري لكرة القدم عن أن اختيار مقر المعسكر المنتخب الوطني الدائم خلال مشاركته في بطولة كأس العالم حكمته اعتبارات عديدة وفق نظام الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا واللجنة المنظمة للبطولة LOC وحسب النقاط التالية. بيبرر بقى كانت مدينة جروزني ضمن المنتخب الوطني. قامت إدارة الفريق بصحبة المدير الفني هكتور كوبر بتفقد المقار المتاحة، ووقع اختيار مدير الفني على مدينة جروزني. ليه بقى؟ اسألوه. لأسباب فنية بتجاور من أسباب دي إن هو ملعب المباراة جنب الفندق. ماشي. طب والسفر؟ هنشوف. حيث أنه ملاصق لفندق مقر الإقامة باعتباره أفضل ملاعب تدريب أو أفضل ملعب تدريب من الملاعب المتاحة. ماشي. ويبعد مقر الإقامة بها عن المطار بسبع دقائق فقط، فضلا عن بعد المقر عن أي ضجيج. دي أسباب اختيار الملعب. يعني احنا بنقول الأسباب طبقا لما هو طالع في البيان. تم اتباع ما ورد في التعميم رقم 2 الصادر عن الاتحاد الدولي والخاص بنظام الإقامة خلال البطولة، حيث يتحمل الاتحاد الدولي نفقات الإقامة بمحاسبة الفنادق والتي ينزل بها كل فريق. تتم آلية هذه المحاسبة من الاتحاد الدولي إلى إدارة الفنادق مباشرة على أساس الفواتير المرسلة من الفيفا للاتحاد المصري في هذا الشأن، ويسدد الاتحاد المصري هذه الفواتير للفيفا من الحصة الممنوحة له. ده كلام أو ده البيان اللي طلعه اتحاد الكرة، وهي الحصة نفسها الممنوحة لجميع الفرق المشاركة بما لا يدع أي مجال لأي جهة أخرى في دفع أي مستحقات مالية على المنتخب. كلام واضح يا جماعة للجميع. جميع الفنادق التي أقام بها المنتخب الوطني قبيل مشاركته في المباريات الثلاثة بالبطولة بثلاثة مدن مختلفة أيضا من اختيار الاتحاد الدولي لكرة القدم، ويسري عليها النظام المحاسبي نفسه والذي يتم تطبيقه في معسكر الفريق بجروزني. ده كان بيان اتحاد الكرة. طيب يلا نروح بقى لأخبارنا، أخبار الأهلي. الأهلي يواصل الاستعداد للموسم الجديد. وصل الفريق الأول نادي الأهلي لكرة القدم بكتف المدير الفني كالتيرون تدريباته خلال معسكر الفريق في اسكندرية. إن شاء الله يكون معسكر ناجح ويجيب أهدافه الجهاز الفني عايزها. هنروح نشوف محمد سعيد معانا على التليفون عشان يقول لنا كل جديد في المعسكر. محمد سعيد أهلا بيك. محمد معانا؟ محمد. ايوه يا كابتن ميدو، سامعني؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله بخير، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه الاهلي. كله تمام؟ الحمد لله بخير والله، كله تمام. يلا قول لنا الجديد بقى عندك. نقدر نقول النهارده اليوم قبل الاخير في معسكر فريق النادي الاهلي، خلاص المرحله الثانيه من مرحله الاعداد البدني بتقترب من النهايه، تم الاستعداد هيكون في مباراه وديه غدا باذن الله في الساعه 5 مساء. الاهلي هيواجه فريق فاركو على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب. بعد المباراه مباشره هيعود الفريق الى القاهره بعد ختام المعسكر، ويحدد الجهاز الفني بقياده مدرسه كارتيرون غدا بعد المباراه. يعني الايام اللي هيحصل عليها الفريق قراحه سلبيه، هل هيكون 24 ساعه ام 48 ساعه فقط؟ استعدادا للتدريبات على ملعب الكيتش في الايام القادمه قبل السفر باذن الله اوائل الاسبوع القادم في المعسكر الاوروبي. اقدر اقول لك النهارده باكاماني لاعب الجنوب افريقي انتظم في التدريبات، تواصل الى برج العرب وتواجد اليوم في معسكر فريق النادي الاهلي. مؤمن زكريا كان متواجد يعني في 48 ساعه الماضيه. الصوره اكتملت بالنسبه للجهاز الفني، يعني لا يتبقى سوى اللاعبين الدوليين اللي الجهاز الفني يعني فضل ان يعطيهم راحه حوالي من 5 الى 6 ايام بعد عودتهم غدا باذن الله. احنا عارفين ان المنتخب باذن الله غدا
طبعا هيكون متواجد في مطار القاهره. فالجهاز الفني فضل منح اللاعبين الدوليين حوالي 6 ايام اجازه راحه سلبيه، وينتظموا في تدريبات مع الفريق باذن الله بدايه من المعسكر الاوروبي في منتصف الاسبوع القادم. مؤمن زكريا النهارده دخل في المران الجماعي والتدريبات الجماعيه، ايضا باطه دخل في المران الجماعي، عمرو بشرية يمكن اشتكى بس من اجهاد خفيف في العضلات، فضل الجهاز الفني ما ياخدش يعني اي جرعات تدريبيه سواء في المران الصباح النهارده او في المران المسائي. باسم علي وناصر ماهر ورامي ربيعه الثلاثه لسه بيخوض تدريبات تاهيليه، لسه ما انضموش لاي تدريب جماعي او اي مران بدني في مرحله الاعداد. كل واحد كان بيعاني بالتاكيد من اصابه مختلفه عن الاخر، يعني ناصر ماهر جاي من سموحه وبيعاني من اصابه عضليه في المباراه نهائي الكاس امام الزمالك، باسم علي عارفين انه يتعرض لاصابه عضليه ايضا في بدايه المباراه الاخيره في الدوري اللي كان الاهلي واجه فيها فريق المصري. رامي ربيعه بيستكمل برنامجه التاهيل يا كابتن تيتو، ظل ان خلاص المفروض المرحله الاخيره من البرنامج بتاعه عشان يتحدد موعد دخوله للتدريبات الجماعيه، مفيش اي استعجال خالص على رامي ربيعه. بعد نهايه المران كان في جلسه خاصه بين كاسيرون وجود كابتن محمد مع الدكتور خالد محمود طبيب فريق النادي الاهلي للاطمئنان على حاله اللاعبين المصابين وموعد عودتهم للتدريبات واهم الاجزاء المتعلقه بالنواحي الطبيه. يمكن كاسيرون كل جزئيه صغيره وكبيره ما بيسيبهاش، بيشتغلها بنفسه، بيحط ايده فيها سواء في العلاج الطبيعي، في التاهيل، في المران البدني، في الجزء التكتيك والفني، بيوقف المران اكثر من مره، حريص ان هو بنفس يعني عايز اللعيبه تنفذ تعليماته بالحرف، وبيقسم المران الفني لاكثر من محور او اكثر من مرحله. في جزء متعلق بالاداء التكتيكي والفني والخطه اللي عايز يلعب بيها المرحله القادمه، بتشتغل فيها يعني مع اللعيبه حوالي ربع ساعه ثلث ساعه. ثم المران بقى التقسيمه الفنيه بيبقى في جزء نص الاخير من الملعب. انت حضرت المران النهارده يا محمد؟ حضرنا المران المسائي اللي كان فيه مران صباحي. يعني تمام، المران المسائي اللي بيتم فيه الاجزاء اللي بتقول عليها ولا المران الصباحي؟ تقال المران الصباحي بيبقى اكتره شغل بدني شويه. المران الصباحي جزء بدني، المران المسائي جزء تكتيك وفني. تمام، طب خليني بقى اخد معاك واحده واحده عشان بس الساده المشاهدين بيبقوا عايزين يعرفوا كل صغيره وكبيره في معسكر النادي الاهلي. الاول قول لي حاله الانسجام بين كالديرون واللعيبه لعيبه النادي الاهلي شكلها ايه؟ الانسجام الفكري. الانسجام الفكري هو لسه لغايه اللحظه دي بيحاول يطبق فكره مع اللعيبه، بدليل ان هو في التقسيمه بيوقفها اكثر من مره، يمكن حتى الباص نفسه بيحاول يعيده بشكل معين، ان الكوره الطوليه تتلعب بشكل مختلف. عايز ايه يا محمد؟ يعني الباص عايزه ازاي؟ قول لي ايه. هو متعلقه بنقل الهجمه يا كابتن ميدو، هو عايز التحرك الهجمه نفسه يبقى بشكل معين، وفي نفس الوقت الارتداد الدفاعي يبقى بشكل معين. مش عايزين نشرحها بتفصيل فني. لا اكيد احنا بندي، انا عارف والله محمد، انا عارف، انا بس بدي للساده المشاهدين فكره النقاط الاساسيه بتاعته، لكن الحاجات دي خلاص كل الناس بتعرفها، خلي بالك. قول لي. تمام، ايضا اجتماعاته مع اللعيبه، هو بيبقى حريص دايما على الاجتماع مع اللاعبين. اوكي. كل جزئيه حتى في الاسترتشات وانت بتختتم التدريب بيبقى حريص انه يتواجد في الاسترتشات مع اللعيبه، حتى بيأدي في دور التاهيل او في العلاج الطبيعي مع اللعيبه نفسه بيبقى متواجد فيها. متواجد معاهم لحظه بلحظه، سواء حتى في الغداء، وهو في الغداء ما بياخدش مثلا الوجبه بتاعته وبيبقى قاعد جوه في المطعم وخلاص، لا بيمر حتى على اللعيبه ساعات الاكل، او حتى واللعيبه بتاخد الوجبات الغذائيه بتاعتها، او حتى لما بيقعد مع الدكتور هاني وهو بيبقى اخصائي التغذيه. لا بيشرف على كل شيء بنفسه مع الكابتن محمد يوسف مدير الكره. التدريبات يعني الجزء الفني النهارده التقسيمه الفنيه انا شايف حاله فوقان لعدد كبير جدا من اللعيبه. حلو. اعتماده على كريم نجمه ومحمد شريف في وسط الملعب، اعتماده على خط الهجوم لوليد ازار واحمد ياسر ريان. حرصه على ان كان في اكثر من حوالي 14 لعيب من قطاع الناشئين مواليد 99 و99 و2000 كانوا في التدريبات منذ يوم الاثنين الماضي. لكن امبارح فضل انه يكتفي باربع لعيبه فقط ان هم يفضلوا موجودين في التمرين. يعني الاربعه اللي توقفوا في المران الجماعي وفي التدريب او في المعسكر المغلق، مصطفى شهير هو حارس مرمى الاهلي مواليد 2000، في ثلاث لاعبين ايضا من 97 و98 احمد ياسر ريان، احمد حمدي، وناصر ماهر. اذا هو اكتفى بالاربع لاعبين الناشئين فقط مع المجموعه المتواجده في الفريق الاول، ليصبح عدد اللاعبين في المعسكر النهارده 30 لاعب فقط. بالنسبه للمعسكر المغلق في اوروبا هو هيتحدد بعد عوده اللاعبين الدوليين، هيكون العدد حوالي وصل معاه ل 37 لاعب، هنشوف ساعتها هيسافر بهذا العدد ام سيقلص العدد لاقل من ذلك، في ظل ان خلاص انت بتقترب من موعد ارسال القائمه المبدئيه باذن الله يوم 30/6، لكن قبل يوم 30 هيكون يعني بشكل عام قدر يضع يعني ايده على كل اللاعبين المقيدين في قائمه الموسم الماضي
ومن سيستمر معه في الموسم القادم، ثم ارسال القائمه الجديده باذن الله قبل مباراه تاون شيب. والقيد الافريقي بقى متبقى اربع اماكن، عنده حلول كتير، ممكن عنده مؤمن زكريا، عنده احمد الشيخ، في احمد علاء وافد من الداخليه، في خط الدفاع متواجد في محمود الجزار. هنشوف الصفقات الجديده، كل هذه الملفات هتبان اكتر في اجتماعه مع لجنه الكره باذن الله على الاسبوع القادم قبل السفر للمعسكر الاوروبي. نقطه اخيره عايز اقول لك عليها كابتن ميدو، برده النهارده الجهاز الفني واللعيبه كلهم بلا استثناء كانوا حريصين على متابعه مباراه مصر والسعوديه، وكانوا بيتابعوا المباراه وحضرنا معاهم متابعتهم لمباراه النهارده. لكن للاسف يعني هذه المباراه يمكن قدرت حاله احباط واللعيبه نفسها، يعني حتى لمسنا ده من عدد كبير جدا من لعيبه النادي الاهلي، يعني عايز اقول لك حاله حزن نتيجه الاداء ونتيجه الشكل اللي خرج بيه. انا والله يا محمد انا مش عارف الناس ليه متفاجئه، يعني انا مش عارف الناس ليه متفاجئه. لا المباراه الاخيره يعني هي الفكره نفسها، في المباراه الاخيره كان الكل بيتوقع ان اللعيبه كان هتدي صوره طيبه او لفته طيبه قبل ما يغادروا كاس العالم ويكون اول. ايوه يعني اصل احنا ما فيش معانا عصا سحريه، يعني احنا انت ممكن تغير فكر وتشكيل وشكل فني في يوم وليله يعني. وعايز اقول لك وانا بكلمك ايضا وليد ازارو كان بيتابع الشوط الاول من مباراه المغرب واسبانيا. وكذا لاعب ايضا من لاعبين النادي الاهلي كانوا حاضرين بيتابعوا مباراه المغرب واسبانيا، ووليد نفسه برضه يعني حتى على بالنسبه لاداء منتخب بلده او النتيجه، لان هو سعيد باداء منتخب المغرب، لكن النتيجه بحد ذاتها برضه شايفها ان هي المغرب كانت يعني الاحق ان هي توصل لمراحل ابعد من كده، وكان بيتمنى ان يكون موجود في كاس العالم في هذه المباريات المهمه. لكن دي الصوره اللي انا عايز اقولها لك في تفاعل لاعبي الاهلي مع مباراه كاس العالم في يوم الختام النهارده، مباراه مصر ومباراه المغرب، ما بين وجود لاعبين طبعا النادي الاهلي في المنتخب الوطني ومتابعه منتخب مصر بالنسبه للاعبي النادي الاهلي ده شيء مهم جدا، وايضا بالنسبه لوليد ازارو ومتابعتهم لمباراه منتخب بلده ومنتخب المغرب. طيب يا محمد يعني في عجاله كده اديني نقاط اساسيه بس او اديني اجابات مختصره، الحاله الفنيه للعيب هل علق عليها كالترون، هل علق عليها لندمان، قول لي. الحاله البدنيه انا عايز اقول لك يعني هي في تعليقات في بعض النقاط نتيجه ان كان في قياسات بدنيه اتعملت من خلال برنامج تم التعاقد عليه. ايوه تمام برنامج شركه الجي بي اس. اوكي البرنامج ده يعني من خلال مايكل ليندمان وحسين عبد الكريم بيشتغلوا عليه مع عدد من اللاعبين، بتشوف جرعات تدريبيه لعدد من اللاعبين بعد نهايه البرنامج البدني وتخفيف الاحمال البدنيه على عدد اخر. في جزئيه انا لمستها في الشغل البدني حتى اللي بيعمله مايكل ليندمان وحسين مع وجود كارتيرون ايضا. في جلسات بتحصل بين الجهاز الفني مع بعضه على مدار اليوم. علقوا يا سعيد علقوا على الحاله. لسه يعني عايز اقول لك على حاجه، في نقطه انا حتى لمستها في تدريب النهارده والتدريبات الاخيره. الجهاز الفني منعزل تماما عن الاعلام واللاعبين، في حاله غلق تام على المعسكر. ده دي حاجه صحيه ماشي. عايز اقول لك هم شايفين المرحله الحاليه ان الفريق يكون بعيد تماما عن الصوره استعدادا للمرحله القادمه، سواء في التصريحات الاعلاميه، سواء في الاستعدادات القادمه، سواء في الصفقات، كل ما يكون في حاله الاغلاق على الفريق كل ما هم شايفين حاله التركيز هتكون اعلى. حتى تصريحاتهم هم شايفين التصريحات في التوقيت الحالي مش هتكون مفيده للناس، لان هم لسه بيبداوا مرحله جديده مع الفريق، فشايفين ان هم يشتغلوا مع الفريق اكثر ما محتاجين يتكلموا. تمام. ده طيب. اللي انا لمسته حتى في الجهاز الفني واللعيبه حتى في المرحله الحاليه. ده كويس قوي، احنا بس بنحاول نطمن بس جماهير النادي الاهلي، انت عارف يا محمد جماهير النادي الاهلي بتبقى قاعده عايزه اي حاجه صغيره وكبيره في فريق كره القدم، خصوصا ان في معسكر وزي ما انت بتقول كمان في حاله تعتيم اعلامي، وانا مع الحاله دي جدا جدا، لكن انا بحاول ان انا اوصل لهم اي معلومات. طمني على الانسجام بين مصطفى كمال المدير الفني لحراس المرمى وحراس المرمى. كابتن مصطفى كمال بيتعامل مع الحراس، يعني عايز اقول لك معاه اثنين من الحراس الناشئين مع اختلاف الاعمار السنيه. اولا عامل السن هو بالنسبه له طبعا كابتن مصطفى كمال 44 سنه، عامل السن مش بعيد ما بينه وبين بعض الحراس. اي نعم كان مصطفى شوبير مواليد 2000 يعني بيتكلم ب 18 سنه، لكن هو بيتعامل بيستفيد قدر الامكان بوجود عناصر ناشئين معاه في هذا المعسكر انه قد يحتاجهم في مباريات قادمه. ومش هخفي عليك سر ان ممكن في بعض من الفترات تعتمد على بعض الناشئين سواء في حراسه المرمى او في مراكز اخرى في مباريات البطوله العربيه. تمام. قائمه البطوله العربيه 40 لاعب، وانك تعتمد على فريق 40 لاعب في البطوله العربيه، فوجود الناشئين في المرحله الحاليه كابتن مصطفى وحتى باقي الجهاز الفني بيعتمد على انه فرصه للتعرف على امكانياتهم لضمهم في بعض المراحل القادمه. وهو بيتعامل يعني عايز اقول لك حتى ساعه مباراه مصر والسعوديه انا لاحظت ان مصطفى شوبير ساعه المباراه وعلي لطفي ما كانوش قاعدين بيتفرجوا لوحدهم، كانوا قاعدين جنب الكابتن مصطفى كمال. انا عارف اسلوب مصطفى، انا بطمن الناس بس، مصطفى من النوع اللي هو بيدقق في كل كبيره وصغيره، وبيدقق في الاكل والشرب وفي النوم والتليفونات، ويعني استنوا ان شاء الله حاجه جميله في النادي الاهلي باذن الله. ان
فعلا. حتى اقول لك يعني هم حتى بيتفرجوا مصطفى وعلي لطفي بيتكلموا حتى مع الكابتن مصطفى بيتكلموا حتى على ردود فعل الحراس في مباراه مصر والسعوديه سواء حارس مرمى مصر او حارس مرمى السعوديه. حتى مصطفى كان في ايده ورقه وقلم دايما كان في حاجات حتى متابعتهم المباراه مش متابع ان هو بيتابع المباراه بس لا بيأيد كمان بعض النقاط الفنيه عشان حتى يبدا يشتغل فيها حتى مع الحراس الموجودين معاه. لا في استفاده بكل كبيره وصغيره داخل المعسكر سواء في النواحي الفنيه في النواحي البدنيه في النواحي التحتيه في مراحل الاعداد البدني ان هو شايف ان المرحله دي اللي هتوقف الفريق على رجليه بالنسبه للموسم القادم اللي هيكون صعب جدا. هتلعب بطوله افريقيه وبطوله افريقيه القادمه ايضا وبطوله الدوري وبطوله الكاس ومباراه سوبر بقايمه ثابته. هتلعب ست بطولات بقايمه ثابته ب 25 لاعب فمحتاجه شغل كبير جدا في أكيد الحلقة. اكيد اكيد هيوقف الحراس ان شاء الله زي ما كان طارق سليمان موقفهم برده كله امتداد لبعضه. يعني برده قول لي على بكماني وياسر ريان احمد ياسر ريان في كلام عليهم ولا مفيش كلام؟ في كلام ان هم ممكن جالهم عروض احتراف او جالهم عروض احتراف بالفعل ولا الامور ايه؟ انا سالت كابتن يوسف بشكل عام يعني ما حددتش لعيب معين في عروض احتراف. انا بتكلم على الاثنين دول تحديدا. هو قال لي تحديدا عن كلام ما سالتوش على احمد وعلى بكماني بس انا سالته بشكل عام على الفريق. تمام. اي حد بيتلقى عروض احتراف هو الرد بتاعه يعتبر حتى متضمن بكماني او حتى متضمن احمد ياسر ريان. في الفتره الحاليه مفيش نية للتفريط في أي لاعب إلا بعد الجهاز الفني ما يتفرج على الفريق الكامل ويشوف الحالة الفنية أو الاحتياجات الفنية للفريق في المرحلة القادمة. بعد كده يقدر يشوف مين اللي محتاج تفريط في عينه، لكن طبقا للائحة شؤون اللاعبين كل اللاعبين الموجودين في المعسكر هم حسب التعاقد مع الفريق. يعني أنت ممكن حسب القائمة اللي عند أي جهة لعيبة تحتاج لعيب آخر بس بعد فترة أخرى. تمام؟ تمام. كابتن محمد يوسف قال كل اللاعبين تحت نظر الجهاز الفني مش هنفكر في اي عروض اعاره. طالما هو اكد ده فبياكد على كل اللاعبين بلا استثناء. فكماني لسه النهارده واصل ولسه بينضم للتدريبات وحتى اللعيبه النهارده كانت بتستقبله لاول مره على الغدا. فمرحله ان هو حتى يكون تلقى عروض او يعرض العروض اللي جات له على الكابتن محمد يوسف اعتقد ممكن هيتم خلال الساعات القادمه، لكن ده قرار الكابتن محمد يوسف على اي عرض حتى سواء علي معلول او وليد نظاره او لاعبي الفريق الاول اللي هم ال 30 الاجانب اللي بيتلقوا عروض بالكامل. احمد ياسر انا عايز اقول لك النهارده كان متالق جدا في التقسيمه يعني اكثر من هدف احرزهم بشكل مميز جدا. في عايز اقول لك في سباق بين عدد كبير من اللاعبين للشرف التواجد في الفريق الاول الفتره القادمه بظل القياده الفنيه الجديده مع جهاز فني جديد، فالكل بيحاول يقدم يعني عايز اقول لك ما لديه في الفتره القادمه سواء مؤمن زكريا وليد سليمان الكل عايز يتواجد في الفتره القادمه مع الفريق. أكيد يا محمد، يعني أنا بشكرك جدا على كل هذه الإيضاحات والكلام كله مفصل بصراحة، شكرا جدا على مجهودك الكبير محمد سعيد مراسل قناة الأهلي في معسكر فريق النادي الأهلي، إن شاء الله كل التوفيق، إن شاء الله كل التوفيق لهذا. يبقى إن المعسكر يبقى هادي قوي، ما حدش يعرف عننا حاجه، عايزين نشتغل وبعد كده نتكلم، عايزين نشتغل ونبين نتائج وبعد كده نتكلم. يعني ان شاء الله يكون كل حاجه زي ما هم عايزين. كمان اجتماع بالدكتور عشان يطمن على لعيبه النادي الاهلي. عندنا اصابات، باسم علي اصاباته متكرره كتير جدا، لعيب كويس جدا، لعيب لما يرجع هيفيد الفريق. عندنا كمان ناصر ماهر لعيب عالي جدا برده عايزينه، رامي، كل اللعيبه المصابه، عمرو السوليه اكيد كمان، لكن انا بتكلم على الاصابات اللي هي متكرره زي باسم علي ما شفناهوش كتير مع انه لعيب مفيد قوي قوي قوي. باسم علي مش هو اللي احنا كنا شايفينه في المقاولين خالص لسه، فتخيل لو باسم علي عندك جاهز واصاباته قليله. كل التوفيق للاندمان مع النادي الاهلي وكل التوفيق للفريق بنجاح معسكره في الاسكندريه. طيب نروح لحته تانية، الاجهزه الفنيه للنادي الاهلي اتشكلت واعتمدت النهارده. اعتمدت لجنه الكره بالنادي الاهلي تشكيل الاجهزه الفنيه والاداريه والطبيه لقطاع الناشئين والبراعم، والذي تقدم به الكابتن فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين وجاء على النحو التالي. انا عايز اقول لكم الاجهزه كلها عشان نبقى معاكم في كل حاجه. كابتن فتحي مبروك اكيد رئيس قطاع الناشئين، كابتن هاني رمزي المساعد الفني لمدير قطاع الناشئين لفرق المسابقات، كابتن جمال السيد مساعد مدير القطاع لفرق البراعم مواليد 2005-2006، كابتن تامر حفني مساعد مدير القطاع لفرق البراعم مواليد 2007 و8 و9، إكرامي أحمد أو كابتن إكرامي أحمد النجم الكبير مشرف العام على مدربي حراس المرمى. وعلى الجانب الإداري والطبي يتولى كلا من خالد محمد أحمد سليمان مدير إدارة السكرتير القطاع، زكريا فوزي مدير مالي القطاع، هشام نور الدين مسؤول عن صيانة الملاعب، دكتور أسامة مصطفى مدير الجهاز
الطبي، وضم فريق 99 كلا من عمرو انور مدير فني، واسحاق اول مدرب عام، واشرف ابو زيد مدرب، واحمد ابراهيم مدرب حراس مرمى، وعماد انور اداري الفريق. ضم فريق مواليد 2000 كلا من مدحت طه اسماعيل مدير فني، ياسر محمدين مدرب، خالد حسن مدرب حراس المرمى، وصابر سناده اداري الفريق. كما ضم الجهاز الفني لفريق مواليد 2001 كلا من احمد سراج مدير فني، وزكريا حسين مدرب، وممدوح عبيد مدرب، وتامر دسوقي مدرب حراس، ومحمد راشد اداري الفريق. ضم الجهاز الفني فني لفريق 2002 كلا من ياسر ريان مدير فني، واسامه زكي مدرب، واشرف طلبه مدرب حراس، وايمن ابو العلا اداري. وضم جهاز مواليد 2003 كلا من عادل مصطفى مدير فني، ومحمد سماره مدرب عام، ومحمد احمد ماهر مدرب، وبهاء جمال مدرب حراس، وسعيد فتحي اداري. كما ضم فريق 2004 او مواليد 2004 كلا من امين عرابي مدير فني، ومعتز اينو مدرب، وانور وجدي مدرب حراس مرمى، وشريف خليل اداري. وشهد تشكيل فرق البراعم كلا من جمال السيد زي ما قلت لحضراتكم مساعد القطاع لفرق البراعم 2005 و2006، تامر حفني مساعد مدير القطاع لفرق البراعم 2007 2008 و2009، محمد سعد مدرب عام لفريق مواليد 2005، واحمد جمال مدرب لفريق مواليد 2005، أحمد سمير مدرب لمواليد 2006، محمد سعد الصغير 2006 مدرب أيضا، ومحمد عبد العزيز مدرب عام 2007، وشريف عبد الفضيل مدرب عام 2007، وعصام صلاح مدرب عام 2008، وعبد الله فاروق مدرب 2008، وحمادة يونس مدرب 2009، وحسين شكري مدرب للفريق. وكلا من محمد فتوح وعلي خليل وياسر مصطفى مدربون لحراس مرمى 2005 و6 و7 و8 و9، وكلا من احمد فؤاد وسيد حجاج ومحمد فتحي اداري لفريق البراعم. دي الاجهزه الفنيه، واكيد معاهم طبعا التشكيله الطبيه. طيب معايا كابتن فتحي مبروك نجم النادي الاهلي والنجم الكبير ومدير قطاع الناشئين في النادي الاهلي. كابتن فتحي اهلا بحضرتك. الو. النادي الاهلي وكل مشاهدي قناه الاهلي بخير. كل سنه وحضرتك طيب يا كابتن. متفاهم يا كابتن. يعني انا شخصيا بسعد بلقائك سواء يعني لايف قدامي او حتى من خلال الهاتف. يا احنا حبايب ابو الكباتن، ما يهمكش اي حته، انا ما يهمكش. حبيبي يا كابتن انا عارف. تليفونيا اي كل انت حبيبي يا كابتن ربنا يخليك. ناس حبايبي كلهم والله يا كابتن. ربنا يخليك يا رب. مسؤوليه كبيره على حضرتك ودايما بتكون قد المسؤوليه يا كابتن فتحي. والله يا كابتن عبد الحميد انا ابن النادي الاهلي وانا عشق للنادي الاهلي وتربيت في النادي الاهلي. وده مش كلام، لا ده فعلا حقيقه، وانا متواجد كل يوم في النادي الاهلي. فالنادي الاهلي ما بيكلفني بحاجه، انا فعلا ببقى ادى هذه المسؤوليه، وعشق للنادي الاهلي دائما ببذل مجهود كبير 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 عشان يبقى في نجاح في ان شاء الله في مهمه فتح مبروك جديده ان شاء الله. يعني اكيد يا كابتن حضرتك دايما بتكون زي ما قلت حضرتك قد المسؤوليه ودايما بتكون او بتحقق نجاحات في اي مكان حضرتك فيه. يعني طمني الاول على القطاع بشكل عام يا كابتن فتحي، وقول لي استراتيجيه الكابتن فتحي مبروك شخصيا للقطاع في الفترة الجديدة هتبقى ايه؟ والله بص يا كابتن حميد انا عندي اهداف ان شاء الله، يمكن بحاول بقدر الامكان ان شاء الله، بس مع الاجهزة الفنية ان شاء الله وكل الناس العاملين في هذا القطاع. ويمكن انا بس يمكن بداية الحديث بشكر طبعا الدكتور عمرو ابو المجد، يمكن انبا موجود كبير جدا جدا أكيد. في القطاع السنة اللي فاتت، وبشكره وبشكر الاجهزة الفنية اللي اشتغلت، واحنا بنكمل كلنا في بعض يعني الحمد لله. وانا يمكن اهداف من عندي يمكن هدف كبير قوي ارقى يمكن من ان اللي الناس بتتخيله او الناس بتتصوره، ان انا مجرد ان انا احصل على بطوله، لا انا عايز قطاع الناشئين في النادي الاهلي يعود ان قطاع قوي، يعود ان قطاع دائما عنده مواهب، دائما يبقى عنده النهارده ناس امتدادا للدرجه الاولى ان شاء الله، ودائما ان هو بيدي الدرجه الاولى لعيبه كويسه على قد المسؤوليه، واللعيب اللي بيبقى في قطاع الناشئين يبقى عارف اسلوب الدرجه الاولى وتكتيك الدرجه الاولى وفكر الدرجه الاولى يعني ان شاء الله. دي حاجه جميله جدا. الهدف الثاني يمكن اللي بس عليه ان انا لازم احصل بطولات، لان برضو النادي الاهلي ما بيحصل بطولات على الساحه بيبقى النادي في قطاع الناشئين كويس، وان شاء الله اتمنى من تحقيق الهدفين دول ان شاء الله في المرحله القادمه ان شاء الله. يعني كابتن فتحي يعني نفسنا نشوف زي ما حضرتك بتقول كده، يعني انا هاكد على الجزئيه بتاعت حضرتك ان انت عايز تشوف شكل الاجهزه او الشكل الفني لقطاع الناشئين مقارب الى حد كبير لجهاز الكره بالفريق الاول. هو طبعا ما هو ده احنا بنقول ان احنا هدف، والهدف دايما بينصب لمصلحه الفريق الاول. انا اتمنى من كل قلبي ان انا الاقي عندي في 99 وال 2000 عناصر مبشره للدرجه الاولى، بحيث ان هي من بدري
يبقى اللعيب بروميسنج ان شاء الله، يبقى اللعيب النهارده عارف امكانياته ونقط الضعف اللي فيه، ونحاول ننمي له بقدر الامكان المهارات اللي عنده او النقص اللي عنده، عشان لما يطلع الدرجه الاولى يبقى لعيب كامل، ما نبقاش النهارده اللعيب لسه لا ده لسه مش عارف ايه، لا يبقى كل هذه الامور اللعيب بيبقى طالع الدرجه الاولى كامل، من سواء من اسلوب لعبه وتكتيك لعبه ومهاراته وكل هذه الامور. فانا دائما ان شاء الله بدعم الدرجه الاولى ان شاء الله. اكيد يا كابتن، يعني ممكن نشوف مثلا شكل البراعم هو نفس شكل الفريق الاول، نفس لعبهم، نفس الشكل العام بتاعهم، ولا الشكل في دماغ حضرتك هيبقى ازاي؟ لا دي كل بص يا كابتن، والله يا كابتن حميد سبقتني في الحته دي، انا ان شاء الله ما اقعد مع الاجهزه الفنيه واجتمع مع الاجهزه الفنيه ان احنا لازم نتبع الدرجه الاولى بشتى الطرق، بالاسلوب بالتكتيك بالسلوكيات باراده بالروح، المواصفات اللي في الدرجه الاولى لازم كل الفرق اللي عندي لازم تستمد كل شيء من الدرجه الاولى، وده اللي هنحاول ننميه ان شاء الله الفتره القادمه مع الاجهزه الفنيه ان شاء الله. حلو يا كابتن، يا رب يا رب ان شاء الله يبقى في نجاحات على ايديك، خصوصا في الجزئيه دي. هل في تليفونات تمت بين حضرتك وبين كالترون يا كابتن، عايز مثلا يشوف شكل القطاع الفكر الفني؟ لا بالامانه لسه، لانه طبعا الراجل مشغول، والراجل طبعا طلع معسكر، وبنتمنى التوفيق للكابتن محمد يوسف وجهاز الفريق الاول، لانه برضه عندهم مسؤوليات وعندهم شغل، وابتدوا فتره اعداد هما في اسكندريه، وان شاء الله بقى اما دي تبقى في متابعه ان شاء الله، واول ما بس نبقى ابتدي فتره الاعداد والمباراه الوديه لازم انا برضو من نفسي انا اللي هقول له يجي يشرفنا كده ويبص على العناصر، وخصوصا العناصر اللي ممكن تلعب درجه اولى دلوقتي، يعني 99 وال2000 انا شايف ان العناصر ان شاء الله تقدر تلعب درجه اولى يعني ان شاء الله. كابتن فتحي اسالك في جزئيه يعني ناس كتير قوي بتسال عليها، وهل هي الجزئيه صحيه ولا المفروض ان احنا نتعامل مع البراعم بطريقه احسن من كده؟ يعني بتشوف ماتشات مثلا للبراعم اللي هم لسه 8 سنين و9 سنين، لما بيخسروا الولاد بتجي لهم نوبه بكاء عاليه جدا، وازاي خسرنا؟ هل الموضوع ده صحي يا كابتن، ولا المفروض الولد يبقى شكله ايه؟ لا هو بص بترجع لعنصرين مهمين قوي، عنصر المدير الفني اللي بيقود فرقه البراعم بيبقى حاطط الولاد دي تحت ضغط. وانا بتكلم بصفه عامه مش على قطاع النادي الاهلي تحديدا يا كابتن. لا بيبقى حاطط الولد تحت ضغط. بالظبط. اضغط واجري ومش عارف ايه، بيخلي الولد نفسه متوتر، فما بيخسر تلاقي الولد بيطلع. الحاجه الثانيه ان لازم انمي في الولد الصغير ده ان انت لسه مش عايز ادخله في منافسات بدري. حلو قوي، الله الله. يعني مش عايز ادخله في منافسات بدري، لا انا اخليه يلعب ماتش زي اللي بيلعبوا مع اصدقائه واصحابه في المدرسه. جميل. مش ماتش النهارده واقع تحت ضغط منافسه، لان الصغير السن الصغير ما بيقع تحت ضغط منافسه، الولد نفسه بمرحله عصبيه غير عاديه. بالظبط. ولكن كمان ده في حاجه ثالثه، الولد بقى حبه وانتمائه للناديه بيخليه برده من صغره عنده حته انه ما يخسرش، وفي لعيبه طبيعتها كده، في لعيبه طبيعته انه ما بيحبش يخسر، ودي بتبقى ميزه في لعيبه، ولكن زي ما قلت لك احنا بقدر الامكان برده هنحاول قدر الامكان ان نتلافى الحته دي، ان اللعيب يلعب للاستمتاع، استمتاع يلعب ماتش فريندلي، يلعب ماتش ودي، يبقى النهارده هو وحتى الفرقه المنافسه يبقوا النهارده في شكل لائق لكره القدم المصريه ان شاء الله. ان شاء الله كابتن كل التوفيق وكل النجاحات لحضرتك، وحضرتك طبعا مش جديد على المكان، وحضرتك دايما بتكون قد المسؤوليه في اي مكان حضرتك فيه، كل التوفيق لحضرتك ان شاء الله في الفتره اللي جايه يا كابتن فتحي. ان شاء الله يا كابتن حميد، متشكر جدا جدا، وانا سعيد بهذا اللقاء وسعيد بالمداخله الجميله دي، واتمنى ان شاء الله ان احنا نعمل حاجه كويسه للنادي الاهلي ان شاء الله في الفتره القادمه. ان شاء الله باذن الله. كابتن فتحي مبروك، رئيس قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، ومسؤوليه كبيره جدا يا جماعه، اوعوا تستهونوا بقطاع الناشئين النادي الاهلي ده، مش عايز اقول لكم الاختبارات عامله ازاي، وطبعا حضراتكم عارفين اختبارات الاهلي بالملايين. فكون انت بقى عندك قطاع ناشئين كبير كده وعندك ناس كتير جدا كده، لازم يطلع منهم ناس يبقوا اعمده اساسيه للفريق الاول للنادي الاهلي، وده اللي بيتكلم عليه كابتن فتحي مبروك، ان هو عايز يولي اهتمامه الاكبر ليس البطولات والكؤوس اللي تدخل دولاب، عندنا ما شاء الله بطولات كتير جدا، لكن عايزين بطولات في السن الكبير، عشان كده لازم ندعم قطاع الناشئين ونطلع لعيبه عارفه هي بتعمل ايه، ودي المشكله الكبيره جدا يا جماعه، قطاعات الناشئين مش حياتهم، مفيش الكلام ده خالص، لغايه 14 سنه، بعد كده لو انت لعبت وهو 10 سنين تكسبه 5 وتكسبه 10 لغايه 14 سنه، تعالى اكسبه بقى، ما تعرفش تكسبه، هو بيأسس وبيأسس كويس قوي عشان يلاقي بعد كده، وده كلام كابتن فتحي مبروك اللي هو ناوي يعمله ان شاء الله. كل التوفيق للكابتن فتحي مبروك في مهمته الثقيله جدا. طيب نروح لاخبارنا المحليه، لسه الكابتن عصام عبد الفتاح بيقول الشطب عقوبه الحكم المشاغب. قرر الكابتن عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف
على لجنة الحكام تحويل ثلاث حكام هم نادر الشيخ ومحمد شرف فرع المنوفية ورضا جبر فرع الشرقية للمستشار القانوني للاتحاد للتحقيق معهم فيما بدر منهم تجاه حكم ألعاب القوة أو تجاه حكام ألعاب القوة في اختبارات اللياقة البدنية والتي أقيمت أمس الأحد في جهاز الرياضة العسكري. أعلن عبد الفتاح أن الشطب سيكون مصير من يثبت قيامه بالشغب من الحكام لأن هذا السلوك مرفوض تماما من قضاة الملاعب. يا ريت والله كابتن عصام. وكانت نتائج اختبارات اللياقة لحكام الدقهلية والمنوفية وكفر الشيخ والفيوم وبني سويف قد أسفرت عن نجاح 23 حكم ساحة من جملة 37 خاضوا الاختبارات ونجاح 34 مساعد حكم من جملة 38 أدوا الاختبارات. يعني طبعا انا مع كابتن عصام عبد الفتاح ان لازم بقى فيه عقوبه كبيره جدا كمان ما ينفعش الحكام يتخانقوا مع بعض يعني او يعترضوا على بعض هتسيبوا ايه بقى للعيب يعني لما احنا حكام ونتخانق مع بعض نقول للعيبه ايه بقى لما تيجي تتخانق معانا ما ينفعش عشان كده كابتن عصام عبد الفتاح بيقول الشطب هي عقوبه الحكم المشارك. نروح للالعاب الاخرى والبدايه من كره اليد مصر في المجموعه الرابعه في مونديال اليد يا رب تعملوا حاجه يا جماعه حيث أسفرت كرة بطولة كأس العالم لكرة اليد والتي ستقام بألمانيا والدنمارك 2019 عن وقوع المنتخب المصري في المجموعة الرابعة بجانب منتخبات السويد والمجر وأنجولا والأرجنتين وقطر وجاءت باقي المجموعات كما يلي مجموعة مصر قدامكم قطر أرجنتينا إيجيبت وأنجولا باقي المجموعات المجموعة الأولى فرنسا وروسيا وألمانيا وصربيا زي ما قدام حضراتكم البرازيل وكوريا أسبانيا وكرواتيا ومقدونيا وأيسلندا والبحرين واليابان والمجموعة الثالثة الدنمارك والنرويج والنمسا وتونس وتشيلي والسعودية دي المجموعات قدام حضراتكم والمجموعة الأخيرة زي ما قلت لحضراتكم اللي هي قدام حضراتكم اللي هي فيها السويد وقطر والأرجنتينا وإيجيبت وأنجولا والسويد ده كان خبر الألعاب الأخرى كان كرة اليد إعلان قائمة فريق الشباب سلة الأهلي الخميس المقبل إن شاء الله حدد الجهاز الفني لفريق الشباب 18 سنة لكرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة الكابتن علي هاشم الخميس المقبل الإعلان عن قائمة الفريق الجديدة للموسم المقبل يختار الجهاز الفني اللاعبين من ناشئي الفريق مواليد 2001 و2002 ويكون الاختبار على أساس حالة الفنية والخلطية والبدنية. طيب نشوف من كابتن علي هاشم اختياراته على أي أساس. كابتن علي أهلا بحضرتك. كابتن حميد ازي حضرتك عامل كل سنة وحضرتك طيب يا كابتن. الحمد لله طيب ودايما كده رافعين راسنا يا رب إن شاء الله دعواتك إن شاء الله بإذن الله. يعني أكيد دايما الاختيارات بتكون صعبة جدا يا كابتن. لا هي السنة دي كمان صعبة بدرجة غير طبيعية لأن يعني المجموعة اللي قاعدة معايا من السنة اللي فاتت اللي كسبانة بطولة الجمهورية والقاهرة موجودين كلهم واللي طالع من 16 سنة أبطال دوري المرتبط وأبطال الجمهورية وأبطال القاهرة بثلاث بطولات فالجيلين اتضموا على بعض فعندنا يعني أنا سايبك دلوقتي أنا بكلم حضرتك والتمرين شغال جوه يعني عندنا عاملين لجنة كابتن طارق خيري المدير الفني كابتن طاهر رجب مدير قطاع الناشئين وأنا فيعني الاختيارات صعبه جدا السنه دي ده كده ربنا يكرم كده ده كده لا ده كده انا اختصر معاك المكالمه عشان انت اهم حاجه تكون لازم تبقى موجود في الاختيارات يعني يا كابتن بتبقى حاطط في دماغك او في اعتباراتك الاسس ايه اللي بتختار على اساسها طبعا هو الناس قدام من يعني في ناس قدام معروفين طبعا من الاول والناس دي بتلعب من الميكرو باسكت يعني من هم صغيرين فعندهم الخبرات اللي هم يتعاملوا في المواقف دي وفي ناس منتخب مصر يعني انا دلوقتي يعني انا معايا حوالي 35 واحد وفي سته من النادي الاهلي في ال 12 سافروا امبارح كاس العالم تحت 17 سنه في نفس الفرقه. فطبعا بنبص على المهارات الاساسيه والجانب الخططي والبدني فبنشوف احسن العناصر في التوليفه اللي هي هتكمل معانا الموسم ده ان شاء الله باذن الله. والله يا كابتن علي انا عايزك بصراحه تروح تبص على لعيبتك بس عايز اتكلم معاك فاختار اختار زي ما انت عايز زي ما انت عايز ربنا يخليك. طب قول لي يعني اخر سؤال اساله لك عشان تتابع حضرتك طبعا اكيد عينك بتبقى مختلفه عن اي حد قول لي طموحاتك ايه؟ طبعا النادي الاهلي طبعا معروف في الطموح طبعا اي حد بيشتغل في النادي الاهلي واللعيبه والمدربين والاجهزه الفنيه طبعا طموحنا اللي احنا ناخد البطولتين ان شاء الله السنه دي القاهره والجمهوريه ان شاء الله باذن الله. احنا النادي الاهلي المركز الاول يعني ما فيش يعني تاني ما
مسؤوليه بتبقى صعبه. اه بالظبط بالظبط، مفيش قدامنا اختيارات. اه طبعا طبعا كابتن علي، اكيد اكيد انا هبقى معايا تليفون تاني ليك ونتكلم اكتر، لكن انا بصراحه عايزك تشوف لعيبتك، لان زي ما انت بتقول الموضوع صعب جدا ولاعيبه كتير جدا. كل التوفيق ليك في اختياراتك وربنا معاك ان شاء الله كابتن علي هاشم. الله يخليك يا كابتن حميد، ربنا يخليك. شكرا شكرا جدا وكل سنه حضرتك طيب، وكل التوفيق ليك كابتن علي هاشم المدير الفني لفريق شباب 18 سنه. موضوع كبير جدا، فانا بصراحه كان في اسئله كثيره لكن نسيب الراجل يختار. اخر خبر هقوله لكم عشان اختم معاكم اخبارنا النهارده، النجم حج يغيب عن تدريبات المنتخب المغربي قبل مواجهه اسبانيا. خبر مهم جدا، منتخب المغرب قالت تقارير صحفيه ان مصطفى حج مساعد المدرب الفرنسي رينارد يعيش في عزله كبيره. بيعيش في عزله كبيره ليه؟ لان في خلافات بينه وبين لعيبة الفريق أو النجم مهدي عطية نجم الفريق والمحترف في بايرن ميونخ. يعني مهدي عطية كان ليه باع كبير في عالم كرة القدم، فحجي طلع تصريحات ما عجبتش مهدي فكلم اللعيبة، اللعيبة كلها تعاطفت مع مهدي وقالوا يعني فيما معناه إحنا مش عايزين حجي معانا عشان هو علشان كلامه وتصريحاته اللي قاله، وإحنا فريق كويس وبنحاول ومش بنحاول، المفروض إنه يرفع من حالتنا المعنوية، لكن في الاول وفي الاخر فضل حجي ان هو يكون في عزله وبعيد عن فريقه منتخب المغرب. الرئيس اتحاد الكره المغربي قال ان هو يقوم بتحقيق في الموضوع بين حجي وبين بن عطيه بعد العوده من روسيا بعدما تسببت العلاقه السيئه بينهما في توتر اجواء منتخب المغرب. كان لازم اقول لكم الخبر ده في النهايه. ما ينفعش ان انا كمدير فني مهما كان او مدرب مهما كان اسم ايه، يعني دلوقتي المغرب فايزه 2-1 انا كلمت لعيبتي وعنفتهم، انا ضد الفكره دي تماما. لازم اكون مع لعيبتي للاخر، لازم ارمي كل المسؤوليه عليا انا، لازم احسس اللعيبه ان هي قد المسؤوليه لكن بطريقه تانية خالص مش بالتعنيف. ما ينفعش ان انا اطلع ارمي المسؤوليه على اللعيبه حتى لو بيني وبينهم، ما ينفعش خالص، خصوصا ان انت بتلعب في بطوله ضيقه قوي وماتشاتها قريبه جدا. اهي المغرب دلوقتي فايزه وممكن كمان يعملوا نتيجه كمان، يعني فايزه على اسبانيا، يعني موضوع مش سهل، فايزه على بطله العالم. دي اخبارنا مع حضراتكم، كل التوفيق للكره المصريه ويا رب يا رب نشوف احسن من كده في المسابقات اللي جايه ان شاء الله. كل التوفيق لنادينا اللي مفرحنا دايما، الفرحه بتاعتنا الحقيقيه النادي الاهلي، ودايما بتنوروني وتشرفوني وبستمتع جدا وبكون مع حضراتكم، ومع الف سلامه.